رجع تاني معانا الأستاذ نادر شكري. أهلا بيك يا أستاذ نادر. اهلا بيكي يا فندم، اهلا بحضرتك، أهلا اهلا بحضرتك. بيكي واضح إنه دكتوره. في بعض الصحف اللي برضو بتسبب تخبط، وأيضا ما تم نشره من قبل مستشار أمير نصيف وهو يقول إنه محامي وائل سعد. ف يعني أنا دخلت على صفحة حضرتك وعرضت ما ذكرته على الصفحة يعني، فممكن برضو تأكد هذا الأمر، وإنه إذا كان برضو عند حضرتك معلومات إمتى هيصدر البيان الرسمي علشان يعني يوقف هذه البلبلة بقى وهذا الجدل. طبعا طبعا الموضوع فيه بلبله رهيبه، وفيه روايات وقصص كل شويه. طبعا انا عارف مدى معاناه وتعب الناس من كتر الروايات اللي بتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن كل اللي انا بنأكده انه وائل سعد حاليا دلوقتي محتجز في على ذمه التحقيق في القضيه، نعم. وتم لأهمية القضية تم نقل الملف بالكامل، ملف قضية مقتل رئيس دير المنقار تحت إشراف المحامي العام رئيس نيابات استئناف الإسكندرية، نعم. وبالتالي بكل الأدلة والاعتراف المصور اللي أدلى بيه أمام جهات الشرطة يعني أثناء التحقيق معهم، والمفروض ان هو هينصب امام النيابه بكره الصبح امام المحامي العام. في في البدايه الإسكندرية. دلوقتي اصبح الملف تحت ايده، وده الاجل النيابه عن اي تفاصيل التحقيقات، لان هذا الامر هيتم من خلال المحامي العام العام لنيابه الاسكندريه، لان هو الذي اصبح مشرف او نفسه. وهي هناك يعني في تقطع في الصوت يا استاذ نادر، يمكن الشبكة. أقوال الشهود نعم والأدلة اللي قدمت تمام. كلها بناء عليها هيصدر قرار بكرة، وهيوضح إذا كان يعني كل البيان. طبعا المفروض إن بكرة إنه هيصدر قرار بالحبس الاحتياطي، الحبس الاحتياطي نعم. في القضية. اللي اتقدمت يعني، فده يأجل قرار او بيان النيابه حتى الان، لانه وادي النطرون وشرطه وادي النطرون والبحيره كانوا بيستكملوا الملفات ويقدموها للمحامي العام. تمام. اما في متردد انه تم اخلاء سبيله للكتب على تواصل ان تم اخلاء سبيله، طبعا الكلام ده يعني جزء منه صح طب وجزء لا، معلش وتم نتساءل، اخلاء سبيله. هل هو وكل محامي او اسرته؟ هل عند حضرتك اي معلومات حيال هذا الشأن؟ يعني انا ولا في ما محامي اعرفش الموضوع ده، متطوع كده؟ يعني اسرته ما يعني ما حددتش، يعني مش متاكد بالتحديد، لكن اسرته كانت في حاله ارتباك طوال الفتره الماضيه. المفروض ان هي كانت حتى كنت اتصل بيها ان يعني قريب، وان هم لسه هيوكلوا محامي يعني. تمام. ما اعرفش يعني بالتحديد، لكن اللي اقدر اقوله انه ما نشر عن اخلاء سبيله هو كان راجع ليه قضية أخرى للأسف في كتبها تقطع في الصوت. بعيد عن معلش قضية نعيد تاني، القتل. كان في قضية بالتالي أخرى يا أستاذ نادر، معلش تقول لنا الجملة الأخيرة تاني، إنه الخلاء السبيل ده كان يعني في قضية أخرى غير قضية القتل. تمام، يعني بالفعل تم إخلاء عشان الناس ما يحصلش لخبطة، لكن في قضية أخرى كانت تحقق فيها نيابة وادي النطرون، وبالتالي تم تسجل هذا القرار وتم إخلاء سبيله في ألم المحكمة، وده اللي عمل اللخبطة اللي اتنشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إن الراهب أو وائل سعد تم إخلاء سبيله. فده بنوضح إنه كان في قضية تانية غير قضية قتل الأسقف، علشان ما يكونش فيه أي إزعاج. كل اللي نقدر تمام. نقوله إن وائل سعد، عشان الناس تبقى نحسب وائل سعد على نعم. ذمة التحقيق حتى الآن، دي أسقف وهو المتحدث الآن اللي بيقول إيه دينه وائل سعد، إحنا مش بندينه. الإدارة النهائية والحكم النهائي للمحكمة لما يتم الحاجة القضية، إذا المحامي العام تمام.
تمام. هو برضو انا الصوت بيقطع، معرفش وصل النت للمشاهدين بيقطع. بشكل كويس ولا لا، انا وصلني بشكل متقطع، ولكن عموما كده الامر اتفهم. فاذا يعني في توقع كبير او هناك معلومات بانه باذن الله هيصدر البيان الرسمي غدا. لا هي فندم، مش هو البيان غدا، لكن القرار بتاع المحامي العام هيبان، قرارات. هيكون بكره. القرار بتاع المحامي العام تمام. هيكون بكره بعد الاستماع تمام. لاقوال وائل سعد والادله المقدمه. المفروض ان القرار انه هيكون فيه تجديد حبس على ذمه. طيب الجزئية الثانية يا أستاذ نادر، لما قيل أنه هناك اثنين، كان في كلام بيتردد أنه ليس وحده وأنه في اثنين آخرين متهمين معه، وبدأت الناس يحصل برضو بلبلة أنه الاثنين دول ممكن يكون حد منهم أبونا فلتأوس اللي هو في موضوع إذا كانت محاولة انتحار أو جناية، ما لم يتم الكشف بعد عن من هم لو إذا كان في تحريض أو إذا كان في شركاء في الجريمة. هو الحقيقه انه كان في مسؤول الكاميرات في الدير، نعم. وكان بيتحقق معاه، وده كان ده اللي خلى الناس تقول انه في شخص تاني موجود مع وائل سعد. لكن المسؤول الكاميرات تم اخلاء سبيله امس لعدم وجود اي ادانه ليه، يعني طب تم اخلاء معلش سبيله نصلح الحتة دي، بالامس. لانه ال 12 برضو اتقال في بعض البرامج وفي صحف انه لقوا الكاميرات معطلة ولقوا الهارد ديسك مكسور، الكلام ده صح ولا برضو حضرتك لسه ما فيش لا معلومة؟ هو كان في طبعا كان في عطل، لكن عطل طبيعي، يعني العطل طبيعي، وبالتالي كان ده سبب من اسباب يعني اخلاء سبيل المسؤول الكاميرات، وان هو عاد الى الدير امس. كل ده بنقوله كمان يا دكتوره منى، ان فريق التحقيقات والشرطه غادرت الدير أمس اول امس، أول يعني أمس غادرت الدير اول امس، يعني فريق التحقيقات مع قال برضو انها مغادرة تلقت أبونا اجراءات وداخل أنجيلوس، الدير. ما إنه برضو أبونا أنجيلوس كانوا قالوا إن هو كان رجع أول أمس برضو وحضر العزة مع البابا. نعم تمام. طيب تمام، فمعنى كده انه اصبح ما فيش فريق تحقيقات جوه الدير، وده معناه وإنه انتهوا. انه خلاص ملف القضيه اصبح كامل قدام المحامي العام بكل ما فيه. يعني انتهوا من فنكرر مره التحقيقات تاني. الخاصة بالدير، وأيضا المسؤول تمام عن يا فندم. الكاميرات دلوقتي تم إخلاء سبيله ولم توجه ليه تهمة، ولا برضو إخلاء سبيل بحيث إن احنا برضو لسه في أمام المحامي العام ممكن نشوف ايه اللي هيتم؟ يا يا ريت المقصود تتحرك. أيوة أوكي يا أستاذ نادر، الصوت اتضح دلوقتي. المحامي العام هيعمل ايه معلش؟ والشرطة، المحامي العام طبقا اللي هتقدمه تحقيقات نيابة وادي النطرون وأجهزة الشرطة، لأنه استمعوا لعدد من الشهادات وعدد من الأشخاص اللي كان يعني في يعني إشارات ليهم إنهم على معرفة بالموضوع. المحامي العام هو اللي هيحدد إذا كان هيستدعي ناس آخرين ولا هيكتفي بما تم تقديمه من تحقيقات. تمام. المحامي العام هو اللي هيحدد ده، إذا كان هيستدعي ناس آخرين أيضا تاني في التحقيقات ولا هيكتفي بما تم تقديمه. والاعتراف المصور اللي تم تصويره لوائل سعد أثناء اعترافه أمام شرطة أجهزة شرطة محافظة البحيرة. تمام. فكل ده إنه قدم اعتراف مصور أمام جهاز الشرطة. طب نيجي فطبعا برضو المحامي العام بالنسبة له الأمر هو اللي هيتوقف إذا كان هيستدعي آخرين، هل شايف إن هناك متورطين آخرين ولا هيكون الأمر مقتصر على وائل سعد، لأنه تمام. أيضا هناك أيضا سائق مع وائل سعد. هي احنا مش قادرين نحدد طبيعة او دور السائق ده اللي كان محتجز مع وائل سعد، حتى الان مش قادرين نحدد، لكن ما سمعناش او مصادرنا اللي اتكلمنا معاهم ما قالتش انه حصل توجيه اتهام للسائق حتى الان.
طيب النقطة التانية بقى، يعني برضو ما تم تداوله على انه في موضوع سائق وعشان ارض والكلام ده مش صح. الحاجة التانية بالنسبة الو، لأبونا فلتقوس في المستشفى، وبرضو كان في تضارب ما بين قيل ان تم التحقيق معه ومصراوي قالت ان اتحقق معاه 6 ساعات، ولكن لم يتم اي يعني نشر اي شيء عن التحقيقات، يعني او اذا كان بالفعل في اي جديد في هذه التحقيقات. استاذ نادر، طيب يعني يا ريت نحاول التواصل معاه معلش مره تانية علشان خاطر بس ايه الجزء ده بليز، علشان بس نفهم الجزء الخاص، لان انا كنت واقفه عند هذا الجزء زي ما قلت لحضراتكم انه الدكتور المعالج لابونا فلتقوس في المستشفى الانجلو امريكان كان قال انه اجرى عمليه ناجحه لتثبيت فقرات ظهره، وانه حالته الطبيه مستقره حاليا نظرا لان الكسر اللي تعرض ليه كان سيء. واضاف ان فريقا من النيابه العامه استجوب الراهب امس الخميس لمده 6 ساعات متواصله، وانه غير من الى انه غير المتوقع ان يخرج الراهب قريبا من المستشفى، ولان حالته الطبيه لا تسمح بخروجه، ولما يخرج لازم يكون في اذن نيابه قبل ما يخرج. والطبيب كان قال ان الراهب استعاد وعيه يوم الثلاثاء الماضي، ومدير مستشفى الانجلو امريكان اوضح ان الراهب فلتقوس وصل المستشفى ظهر الاثنين ولديه كسور في قدميه نتيجه سقوطه من اعلى مبنى بالدير، وايضا كسر في العمود الفقري، وعانى من نزيف جراء قطع احد شرايين يده، وتشهد مستشفى الانجلو تشديدات امنيه مكثفه بعد وصول الراهب فلتقوس المقاري. وبالتالي زي ما قلنا لحضراتكم انه هذا الامر يعني يعتبر من الأمور المهمة. طبعا برضو لما كان قداسة البابا قال انه موضوع الانتحر وايه المشكلة ان حد ينتحر، ما هو فيه ما هو بيبقى فيه الضمير، وانه يهوذا انتحر بعد طبعا ما سلم المسيح، فانه كان برضو ناس كتير راحت لانه قصة محاولة الانتحار والانتحار رايحة لابونا فلتقوس. احنا برضو على فكرة كان في محاولة انتحار برضو لوائل سعد بانه خد مبيد حشري، وده كان تقريبا قبل يوم الحد، يعني التوقيت اللي كان قال عليه كمان انه كان قبل التجرد، يعني ده اللي اكده لي نادر من التحقيقات ومن المعلومات اللي عنده، انه وائل كان حاول الانتحار مش بعد قرار التجريد، قبل قرار التجريد. وانه كان في تعليق بس من الاسره الراهب فلتقوس كانوا الله اعلم برضو صح ولا غلط، وانه بيقولوا انه يعني ان هم بيستبعدوا انه حتى يكون الراهب فلتقوس حاول الانتحار، وهم شاكين برضو في جنايه. استاذ نادر عاد الينا. استاذ نادر، كنت بسال حضرتك عن الراهب فلتقوس المقاري. مقالي ابونا النيابة فلتقوس. بالأمس ايوه استمعت لي أقواله في مستشفى الأنجلو أمريكان نعم بعد أن سمحت حالته الصحية بالحديث، يعني تمام. لكن حقيقة النيابة أو يعني حتى الآن لم نعلم طبيعة الأقوال اللي أدلى بيها الراهب فلتقوس المقاري، فالنيابة كانت متحفظة جدا إنها يعني تصرح بأي أمور حوالين وقعة الانتحار اللي حصلت دي او الحادث اللي حصل يعني. فده تم ايضا ضمه في ملف القضيه، او بمعنى اصح لسه حتى الان هي في قضيه خاصه بيه، لسه مش عارفين هل هيتم دمجها في اي قضيه اخرى ولا هتكون في قضيه بمفردها. ده اللي هتبينه النيابه حقيقه، مش عارفين لحد دلوقتي الاسباب وراء الموضوع ده لحد دلوقتي يعني، فما نقدرش ان احنا نجزم بيها. تمام كده. طيب وبالتالي وبرضه قصة انه يعني من ربطوا موضوع يهوذا بانه حديث عن ابونا فلتقوس، كان بيقال انه اسرته كانت قالت انه يا جماعة يعني مش شرط ان يكون البابا بيقصد ابونا فلتقوس، وانه المفروض الكل ينتظر لانتهاء التحقيقات او للاعلان بالنسبة للتحقيقات اللي تمت معاه. انا يعني هل اعرفه ان اسره الراهب فلتقوس يعني متحفظه اصلا في الحديث مع اي وسائل اعلام، وحاول ناس كتير او ان هم يتكلموا معاهم في هذا الامر، وهم شايفين ومنتظرين انه الاول يسمعوا يقدروا يتمكنوا ان هم يشوفوا الراهب فلتقوس. لحد دلوقتي هم لن يتمكنوا من ان هم يقدروا ان هم يشوفوه ويتكلموا معاه يعني، تمام. لانه هو حتى الان تحت حراسه داخل مستشفى الانجلو امريكا.
تمام. وبالنسبة برضو للتوضيح اللي كان بخصوص ما تم نشره عن انه يعني صححنا معلومة ان والدته كانت متوفية، واللي قيل دلوقتي انها متوفية من فترة طويلة، وانه بخصوص الصورة اللي كانت ظهرت في احدى البرامج يعني، وكان في دفاع مستميت عن انه دي صورة والدته واخوه. طبعا تم التوصل لمن هي هذه السيدة، وحتى حضرتك يمكن كان وضحت الكلام ده يا استاذ نادر. طبعا هي السيدة، يعني كانت سيدة هي جارته، السيدة إيناس لطفي، وكانت لم وطبعا هي يعني راحت المستشفى مع شقيقة الراهب الوحيدة علشان طبعا تسندها، لأن هم كانوا يعرفوا الراهب قبل ما يدخل الرهبنة، فذهبوا الاطمئنان عليه. للأسف يعني في شيء سيء جدا إنه يتم تصويرهم، يتم تصوير السيدة مع ابنها من غير معرفتها، وان يتم تصدير الصوره بان هذه السيده هي والده الراهب فلتاوس. وطبعا كان شيء يعني غريب انه كان على الهواء، لكن انا تواصلت مع السيده واكدت المعلومات اللي قلتها لحضرتك دي، ومتاكد كذا مره ان والده الراهب فلتاوس متوفيه من 15 سنه، وان والد الراهب فلتاوس متوفي منذ عامين، وانه ما عندوش اي اشقاء غير شقيقه واحده. يعني اعتقد انه يعني الامور هي عبرت عن اشتياقها، وطبعا اتفاجئت بهذا الامر انه اتذاع على الهواء مباشره. فعشان كده بنقول دايما يعني لازم يكون في تدقيق وامانه في نقل هذه الامور، لان ده بيمس اشخاص وبيمس سمعه اشخاص يعني. تمام. وهي تواصلت، انا عارفه انها تواصلت مع حضرتك، وبرضو عن طريق صحفي حاولت تتواصل برضو معانا، والحياه بتحاول ان هي ايضا يعني تنفي هذه المعلومات، يعني والحياه ان كانت كمان عايزه ترفع الحقيقه يعني، او تقدم دعوه ضد البرنامج والصحيفه اللي نشرت صورتها، وادعت يعني هذا الادعاء، وانه اخذوا تصريحات على لسانها وقصه مكالمه ومش مكالمه، وهذا الكلام عاري تماما عن الصحه. طيب تمام، وخصوصا ان هو اتذاع كمان على الهواء يعني في قناة المحور يعني بشكل مباشر. بالظبط بالظبط، هو باين اهو قدامنا والصوره اهي، احنا واخدين سكرين شوت من الفيديو نفسه، كان في دفاع مستميت على ان هي دي والدته اهي، وكمان كان الكلام ايه، طب يا صحفيين في الملف القبطي، طيب لو هي دي مش والدته قولوا لنا مين. طب ما انت اللي كنت تعرف هي مين، مش بتطالب الصحفيين ان هم اللي يقولوا لك هي مين، ما حضرتك والصحفيين اللي معاك هم اللي يعرفوا، ما هو شيء والصحفيين اللي غريب في ان هو بيقدم لنا معلومه واحنا اللي نجيب له تصحيح، يعني انا اول مره اشوف حاجه زي كده يعني بصراحه يعني. يعني احنا مراسلين عنده مثلا ولا ايه؟ مش حضرتك المفروض كاعلامي وبتقدم برنامج برضو وكده، انت اللي تتاكد، مش انك احنا بتقول لنا انتوا بقى قولوا لنا مين دي، اللي هو طب ما حضرتك تبقى عارف هي مين دي اساسا. عموما يعني الامور كلها انكشفت اعتقد، وده بيؤكد انه كان في امور كثيره غير صحيحه، وزي ما قال حتى قداسه الباب. اخر حاجه برضو كان فيها جدل يا استاذ نادر، هو ان هو مثل الجريمه ولا لم يمثل الجريمة، هل حضرتك عندك معلومات مؤكدة ولا برضو هنعرف لا بكرة يا من، فندم، لا هو لم يمثل الجريمة حتى الآن. يبقى كده وده معلومات مؤكدة، أي فندم لسه لم يمثل لأنه الجريمة. كانت بقى اتكتب إيه إنه هو بيمثل الجريمة، كان متبلد المشاعر، يعني أنا بستغرب من يعني ممن يكتبون كل هذا ويسردوا أمور على أمور ويألفوا يعني. طيب الحمد لله يعني، يعني احنا للاسف احنا بنتمنى بجد، بنتمنى بسرعه جدا ان بالظبط النيابه تعلن القرار البيان ده او يطبق التقرير بتاعها علشان التقرير. نقدر نقطع الجدل والمهاترات اللي موجوده على التواصل والاشتباك اللي موجود على التواصل الاجتماعي، لانه فعلا شيء متعب جدا، واحنا كمان تعبنا عصبيا من فكره الرد على بعض الامور وبعض الشائعات اللي تطلع، والناس طبعا حقهم، الناس البسيطه اللي تايهه في النص ومش عارفه الحقيقه فين ما بين ده وما بين ده، وشخصيات كل شخص يطلع يقول حاجه او يعمل فيديو. فطبعا يعني كل اتمنى انه المحامي العام يعني يصدر قراره او تبقى الامور واضحه علشان يتم اسدال الستاره على يعني هذه القضيه. وفي النهايه بنقول للناس تاني اللي هي مصدومه، يعني اي انسان في الدنيا ممكن ان يغلط، ما فيش انسان مقدس مهما كان، يعني كل انسان فينا ورم يخطئ، واكثر ناس بتواجه محاربات شيطانيه هم الرهبان بدورهم، واكثر ناس بتعاني هم الرهبان، ان هم تركوا العالم من اجل ان هم يتوحدوا، من اجل المسيح، فبالتالي المحاربات موجوده، صحيح. وياما التاريخ وزي ما قال قداسه البابا التاريخ بيشهد لده، ان ياما ناس سقطت وياما ناس قامت ورجعت بقوه تاني.
فمش عايزين نستغرب ومش عايزين نقول حاجة، لكن عدو الخير دايما بيشتغل وموجود، فلازم الناس تتقبل هذا الأمر. كل اللي نأكده مرة تاني إن وائل سعد محتجز على ذمة القضية، دي موضوع ما فيهوش شك، خلاص، دي محتجز على معلومة ذمة القضية، مؤكدة، محضر يعني ده للبطل. معلومة مؤكدة لا شك فيها. يعني دي لا تقبل الشك، إن وائل سعد محتجز أو محبوس على ذمة القضية، محتجز حتى الآن على ذمة القضية. يعني المسؤول عن الكاميرات أخلى سبيله، هو محتجز على القضية، لسه في سائق موجود معاه حتى الآن، مش عارفين موقفه إيه بصراحة، يعني هل تم إخلاء سبيله ولا ما زال موجود في القضية، لكن كل التفاصيل اللي هتبان وده وهتتضح بعد ما، مش سائق الأنبا أبي فانيوس، ده سائق خاص بيه لا هو لا يا فندم، لا بوائل. لا 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 تمام تمام بتاعت الأنباء ديفانكس. طيب فكل حتة تانية التفاصيل معلش أنا افتكرتها دلوقتي يا أستاذ نادر، معلش أنا آسفة، كان برضو خرج الإعلامي مصطفى بكري وكان بيقول إنه الهدف من وراء قتل رئيس الدير هو إشعال الفتنة داخل الكنيسة، عشان الراهب قيمة روحية، وإنه الراهب أرشد عن محرضيه وسوف تكشف الأيام المقبلة أسمائهم. برضو هل نعتد بمثل هذا الكلام أم مثله لا، مثل غيره؟ حتى الآن مفيش، يعني حتى الآن مفيش الأسباب اللي أدت للجريمة لم يتم الكشف عنها، يعني حتى الآن، وده هتكون مسؤولية المحامي العام، لأن أهمية القضية إنها قضية رأي عام، عشان كده تم تحويل الملف للمحافظ في البحيرة تمام. من نيابة النطرون للمحامي العام، لأنه هو اللي هيفند أو هو اللي هيطلع الأسباب الخاصة بجريمة القتل، لأن هناك أسباب متشابكة، صحيح. ما ننساش إن الرأي طلع له أكتر من، يعني طلع له قرار تجريد وكان دائما خارج عن إطار قوانين الرهبنة، وكان الأسقف دائما بيحاول يرجعه، بيحاول يدفعه للتوبة ويحذره أكتر من مرة، ففي أسباب واضحة جدا في هذا الأمر ما بين الأسقف وما بين المشلوح. تمام كده، تمام. الحقيقة أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبالتالي كده يا جماعة أعتقد كل الأمور، إنه الأستاذ نادر بشفافية تامة وضح المعلومة المؤكدة، احتجاز وائل، الأسباب ما مش معروفة، لم تطرح حتى الآن. أنا بلخص بس لحضرتك قلته يا أستاذ نادر، وكمان إنه الأمر الخاص بإنه هو لم يمثل الجريمة، ولا القصة بتاعت إنه كان متبلد، ولا مش عارف إيه، ولا الروايات دي كلها، مفيش أي حاجة تاني عن إذا كان في حد مشارك أو حد محرض، لم يتم أي إشارة من بعيد أو من قريب لمثل هذه الأمور، والأمور لسه في إنه الملف كله راح للمحامي العام في الإسكندرية، وكلنا في انتظار التقرير اللي هيوقف بقى كل شيء. بشكرك أستاذ نادر حقيقي شكرا جزيلا لتعبك في هذا الموضوع، وأيضا محاولتك إنه يكون في إيضاح لكل الأمور اللي عاملة بلبلة ومنتشرة، ويا رب يعني يا جماعة من فضلكم بقى نهدى نهدى كده خالص لغاية ما يبقى القرار الرسمي. وتاني بقول اسمعوا عظة الباب. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ نادر على يعني كل هذه المعلومات، الأستاذ نادر شكري.